الخميس 30 سبتمبر، أهلا وسهلا بكم متابعينا على قناة 9. الموعد يتجدد في رونديفونا في ساعتين نرجع فيهم على أبرز المستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، وأكيد ما زلنا في مواصلة رصد مختلف ردود الفعل تجاه تكليف رئيس الجمهورية السيدة نجلة بودن بتشكيل الحكومة التونسية. بدينا عملية رصد البارح وما زلنا مواصلين معكم، هذاك علاش باش يحضر معايا الليلة في الجزء الأول أو الجزء الأول كل من غازية شواشي أمين عام التيار الديمقراطي، من ثم نستقبله زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب. سعيدة جدا أنه يرافقوني ليلة في التحليل والنقاش كل من عدنان بالحاج عمر، أهلا وسهلا بك. مرحبا، مساء النور. لطفي العميري، أهلا مليك. مرحبا رياض جراد، على سلامتك. مرحبا مرحبا بكم جميعا. يلا ننطلقوا في آخر اللي صار في بلادنا في 24 ساعة الأخيرة. البداية حبيتها تكون بردود الفعل الوطنية والأجنبية حول تعيين نجلة بودن على رأس الحكومة التونسية. كانت كثيرة هذه المواقف، فيها المعارض وفيها المساند نظرا لرمزية هذا التكليف وهذا التعيين. كل هذه المواقف رصدناها لكم في هذا التقرير. بعد مرور أكثر من شهرين على العمل بالتدابير الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الفارط، قرر قيس سعيد أمس تكليف نجلة بودن بتشكيل الحكومة القادمة. قرار أثار ردود فعل متباينة في الساحة السياسية والوطنية، بين من استحسن تعيين امرأة لأول مرة في تاريخ تونس، ومن اعتبر هذا التعيين يأتي في إطار تجميل المخالفات الدستورية. ردود الفعل بخصوص تكليف بودن متواصلة، وكان من بين أبرز مواضيع الصحافة العالمية، حيث اعتبرت واشنطن بوست في مقال تحت عنوان الرئيس يعين رئيس للحكومة وسط اضطرابات أن قرار تعيين نجلة بودن في هذا المنصب مفاجئ، وسط تساؤلات عن مدى تنازل ساكنة كارتاج القادمة عن السلطة بعد تعزيز رئيس الدولة لصلاحياته وإصداره لمراسيم تعزز سلطته شبه الكاملة، وهو ما تضمنه مقال في جريدة The Guardian أن الرئيس التونسي عين نجلة بودن كأول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في البلاد لتشكيل حكومة ذات نفوذ محدود بعد تولي سلطات واسعة منذ انطلاق العمل بالتدابير الاستثنائية. وتحت عنوان الرئيس التونسي يعين رئيس للحكومة وسط احتجاجات لانتزاع السلطة، نشرت صحيفة The New York Times مقال اعتبرت خلاله أن تكليف امرأة بتكوين الحكومة القادمة قرار قد يأمل من خلال قيس سعيد بمواجهة معارضيها. محدودية الصلاحيات الممنوحة لرئيسة الحكومة القادمة مثلت نقطة التقاء في أغلب المقالات الأجنبية، حيث ذكرت صحيفة لوموند أن السلطات الممنوحة لرئيسة الحكومة الجديدة ضعفت بشكل كبير بسبب الإجراءات الاستثنائية التي أقرها قيس سعيد في 22 سبتمبر، والتي أوقفت العمل بالفصول الرئيسية من الدستور وفق ما جاء في نص المقالة. هذا واعتبرت بعض الصحف التونسية أن تعيين امرأة على رأس الحكومة القادمة سابقة تاريخية وخطوة إيجابية محملة برسائل متعددة للداخل، فيما يرى البعض الآخر أن رمزية التكليف إيجابية للغاية، وإن كانت السياقة العامة غير ملائمة من حيث الوضعية الدستورية أو من حيث مدة التكليف المجهولة، فانتظار الإعلان عن البرنامج والسياسات. يعني اللي لاحظوه انه جميع هذه المواقف على الصعيد الوطني ولا حتى الدولي لطفي تراوحت بين الاستحسان والرفض، لكن خاصه بين كل ما هو انطباعي بين الانطباعات والمواقف السياسيه التي تتواتر تقريبا منذ هذا التكليف صباح امس. شوف، الاراء كل في اعتقادي انا بنيت على خلفية العلاقة مع 25 و 22 سبتمبر وليس على خلفية العلاقة مع ساكنة القصبة، وهي معناها سابقة أولى في تاريخ تونس. لازمش تونس ينساو اللي ثلاثة شهور التالي كانت عندنا امرأة سياسية تعنف في البرلمان أمام مرأة وانظار الجميع. بعد ثلاثة شهور عندنا امرأة تونسية رئيسة حكومة. في اعتقادي هذا نقلة كبيرة وكبيرة ياسر. وفي التعيين هذايا عدة رسائل للداخل وللخارج. خلينا نقولوا للداخل، لأنه كانت مخاوف كبيرة من التوجه المحافظ للسيد رئيس الجمهورية. وتعيين امرأة
في هذا الظرف بالذات في قمة التجاذب بين القوى المحافظة في البلاد، مثلها رئيس الدولة من شيرة ومثلها الإسلاميين من شيرة أخرى، تعيين امرأة في اعتقادي أنا رسالة مطمئنة لعامة التونسيين على الأقل بأنه جانب الحريات وتحديد المجالات الأحوال الشخصية لن يتم المساس بها. هذا نقطة أولى. النقطة الثانية أنه تعيين امرأة من داخل الدولة التونسية، بنت الدولة التونسية، بنت الإدارة التونسية وبنت التعليم التونسي تكوينا وتدريسا، ونحن نعرف ماذا ما يعني التعليم بالنسبة لتونس وبالنسبة للتوانسة. في تونس اللي بعد معناها الاستقلال ارتقينا بالمدرسة، مدرسة الجمهورية، إلى مرتبة القداسة، وتقريبا صارت المدرسة في نفس قداسة المسجد. ومن هنا يجي اختيار السيدة هذه على رئاسة الحكومة، تتويج لمسار كامل هو تتويج وتكريم لنساء ضحينا بالغالي والنفيس من أجل أنه يأخذوا موقعهم في الدولة التونسية. هو تكريم لطاهر الحداد، هو تكريم البرقيبة، هو تكريم الخول الرشيدي، هو تكريم لعديد النساء اللي كانت ليهم صولات وجولات في الدفاع على استقلال تونس وعلى حريات في تونس. ومن هنا خذاء التعيين هذا البعد الرمزي خاصة. نحن نعرف السيدة هذه باش تقدم على جبل من المشاكل ومن ملفات، والأرقام الباردة والصاعقة لا تجامل الأرقام اللي باش تلقاها قدامها، ما عندهاش فرق بين امرأة وبين راجل. وبالتالي علينا جميعا أن نساعد هذه السيدة في مهامها على صعوبتها، ولنترك السيد الرئيس في خلافاته مع خصومه السياسيين، هذيك مسار ومسار إنجاح مهمة المرأة هذه، لأنه مش نجاح للسيدة نجلة، سيكون نجاح للمرأة التونسية. نعطيك رقم فقط، يلا نختم هوني. تعرف يا عدنان، وربما يكون رئيس الدولة انطلق واعتمد على هذا المعطى، أنه في تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تبين أنه 4% فقط من النساء عليهم شبهة الفساد، و 96% من شبهات الفساد للرجال. ربما المعطى هذا كان زاد حاسم وهام عند رئيس الدولة في اختيار السيدة نجلة بودن. سمعنا برشا رياض أنه البارح هذا التكليف كان مهم جدا، كان تاريخي، كان رمزي وذو دلالات كبرى، وعدد البعض منها لطفي العماري البارح. لكن سمعنا زاد برشا لكن جميل، ولكن لكن الحقيقة سمعناه فيما يتعلق أساسا بصلاحيات السيدة رئيسة الحكومة المكلفة نجلة بودن، وأنا الحقيقة نشوف في بعض الأطراف تحاول إنهم يكونوا ملكيين أكثر من الملك نفسه، وكأنهم هما معناه حرقهم الحليب على السيدة نجلة بودن وصلاحياتها. وفي هذا بتبيع دعوة لاستحضار الماضي القريب، فما بعض الأطراف السياسية تحاول الالتفاف على السيدة رئيس الحكومة المكلفة كما عملوا تماما للسيد هشام المشيشي، ويحبوا يركبوها لها في مخها متاع الصلاحيات وكذا. ولكن السيدة نجلة بودن ما دامت قبلت بهذا التكليف إلا تعرف روحها علاش قادمة، وهي راضية بصلاحياتها وستشتغل إن شاء الله وفق الرؤية والتصور وملامح البرنامج اللي رسمه رئيس الدولة في علاقة بالاستجابة لمطالب التونسيين ومكافحة الفساد والمافيا اللي ترتع في البلاد. بتبيع لاحظنا يعني يوم الأمس حالة من الترحيب والاستبشار بهذا التعيين في الداخل وفي الخارج. والحقيقة أنا حسب رأيي تكليف السيدة نجلة بودن يوم أمس فيه تكريم للمرأة التونسية الحرة المناضلة اللي ناضلت ضد الاستعمار، واللي ساهمت في بناء الدولة الوطنية، واللي ناضلت أيضا ضد الاستبداد ما قبل 2011، واللي ناضلت ضد خفافيش الظلام بعد 2011. ولكن يعني أمس كان رسالة قوية لنساء تونس، تكريم لنساء تونس، تكريم للمرأة التونسية اللي في وقت من الأوقات في أدبياتهم وفي كتاباتهم اعتبروها الإخوان، واعتبرها راشد الغنوشي أساسا في كتاباته مجرد وعاء جنسي. فكان الرد يوم الأمس من رئيس الدولة قيس سعيد. فقط باش نختم،
يعني راه يلزم زاد نذكروا الناس انه توجه الرئيس قيس سعيد في تمكين الشباب والمرأة من الحياة السياسية ومن المناصب العليا في الدولة في أدقها وفي أصعبها ما كانتش راي وليدة اللحظة يوم أمس. نحن نتذكر جيدا أنه هذا التوجه بدأ منذ تعيين السيدة نادية عكاشة كمديرة للديوان الرئاسي منذ جانفي 2020، وإن شاء الله يستمر هذا التوجه في اتجاه تمكين الشباب والمرأة من يعني من المناصب العليا، لأنه المرأة والشباب في تونس أثبتوا الكفاءة والجدارة امتاحهم. ونتمنى على السيدة نجلة بودن رئيسة الحكومة المكلفة أن تلبي مطالب الشعب التونسي، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، وأن تسعى جاهدة وبكل قوة إلى تفكيك تحالف الإرهاب والمافيا القائم في البلاد، وأن تعمل على ملاحقة الفساد والفاسدين أينما كانوا في هذا الوطن العزيز. ما زلنا في رصد ردود الفعل الوطنية لكن خاصة الأجنبية، وهني باش ناخذ موقفك بعد قليل عدنان. أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يقول قيس سعيد ليس ديكتاتورا وإنما مصلح. أؤيد تماما ما وصل إليه الرئيس سعيد من خلاصات وما اضطرته الظروف من إجراءات، لأنه الدولة التونسية وكانت دولة دائما دولة ناجحة قادرة لسبب رئيسي، وهو أن المجتمع التونسي، الإنسان التونسي إنسان متحضر متعلم، فهذا الإنسان تعرض لهزة كبرى في السنوات الأخيرة، لأن السلطة التونسية التي بنيت فيما بعد بن علي وجاءت نتاجا للثورة، الدولة الجديدة التي بزغت وهي معوقة، لأن الدستور التونسي في صياغته فرض بعض التوازنات التي قادت إلى ما يقرب الشلل. أتصور أنه من الهام جدا إجراء تعديل للدستور ثم الاستفتاء عليه بما يفتح الطريق لسلاسة في الحكم. ديكتاتورية تأتي من خلال انقلاب، وتأتي من خلال شخصية تفرض القصر، تفرض القصر. الرئيس سعيد يستخدم أدوات القانونية في تحقيق خدمة الدولة الوطنية التونسية، ويضع خطة للمستقبل، والأيام كفيلة بأن تكشف أنه ليس بديكتاتور ولكنه بمصلح. عدنان، هذا موقف من المواقف الخارجية، كيفاش تقيموا وشنية أهمية الموقف اليوم اللي جينا على لسان أمين عام جامعة الدول العربية؟ والله بارك الله فيه، هو اللي اعطى موقف، ما نعرفش هو موقف جامعه الدول العربيه، وهل ان الجامعه ما زالت موجوده وهي اللي هي كيان معناها فاعل واحد. على كل حال هو رأي موجوده وهو امينها العام، هو رأي ويحترم هذا الرأي. انا حبيت نرجع كان تسمح ملاك للتعيين نتاع السيده نجله بودن. مانيش باش نرجع للكلام اللي انا قلته، وهذاك علاش انا تعديت بك المواقف الاجنبيه، لان البارح خذينا موقفك على كل حال انا مانيش باش نشد في الموقف اللي قلته انا البارح، اللي هو معناها تقريبا الموقف بتاع التوانسه الكل ورمزيه الواحد الكل. انا نحب نقول توا بعد ما تعداوا ال 24 ساعه الاولى والناس اعطت المواقف نتاعها كما قلت انت فيها نوع من الانطباع الانتباعية. وتميزت بالحماس وبالغبطة، وهذا شيء معقول، معناها ما كانش ينجم يكون غير ذلك باعتبار رمزية هذا التعيين، وكان لازم نرحبوا به التعيين هذا بغض النظر على المشهد السياسي المتأزم اليوم، أنه بلادنا تبادر بمثل هذه التكليفات والقرارات والتعيينات على مستوى عربي مش فقط على مستوى داخلي، مهم جدا. أكيد، وهو معقول، وما كان جاء حاجة كان جات حاجة أخرى كانت تكون غير معقولة. لكن توا
لابد ان نرجع ريفونو انو موتون قال الفرنساوي، معناها نرجعوا للملفات، نرجعوا للارقام اللي كان يحكي عليها لطفي العماري، نرجعوا للوضعيه الاقتصاديه وماذا بينا نسمعوا الراي نتاع رئيس الحكومه الجديده. ما عملتش تصريح، عملت معناها فقره في انستغرام يظهر لي وفقط، معناها اكتفت بذلك. قبل ذلك نستناو اعضاء الحكومه الجدد. لا تنجم هي تنجم انونس لا كولور، معناها تعلن. أنا نقولها مرة أخرى، تكلمي حتى نراك كما يقول سقراط. لابد أن نعرف هذه المرأة، ولابد أن نعرف كيف تتواصل وكيف ستتواصل الناس الملاحظين السياسيين والإعلاميين وكذا. لابد أن يكونوا مركزين على الجانب هذا، لأن باش يصير فما علاقة نتمنىها أن تكون جديدة. أنا أذكر هشام المشيشي، كانت له طريقة في التواصل يعني كنت أقول معناها بغيضة تماما، كارثية تماما. هي بغيضة على كل حال، كانت عنده طريقة في التواصل، معناها بالسوري يقولوا ستان بلابلاتور، يتكلم مش بيقول حتى شيء ويتكلم معناها باش يغم وباش هذه وسائل ما عادش تمشي توا في 2021. احنا ولابد ان التواصل في مستوى الدولة وفي مستوى رأس الدولة يكون واضح ومعناها يمشي للموضوع. لطفي، ترى انه كيما مشى ذهب عدنان الى ذلك انها لازم تتكلم حتى قبل الاعلان على فريقها الحكومي باش نفهموا توجهها، باش نفهموا ربما كيفاش نجم تخمم رئيسة الحكومة الجديدة، وشنو هو الخط ربما اللي باش تصير عليه في قدم الايام؟ شوف، حتى لا نحمل هذه السيدة اكثر مما تحتمل. المرأة امس في الايام كانت كادر موجودة تخدم على روحها في وزارة التعليم العالي، فجأة تجد نفسها مكلفة بتشكيل حكومة في وضع محلي ودولي ملتهب، وبالتالي نجم ننتظر بعض الأيام عدنان حتى تتكلم لنراها. لكن أنا حبيت نبقى معك شوية في ردود الفعل الخارجية. شوف أبو الغيط، نحكيه على أحمد أبو الغيط وغير أبو الغيط، ونمشي حتى الكبرى الصحف الدولية يعني أمريكية على فرنساوية على بريطانية، اللي في الأيام الأخيرة كانت في حملة شعواء على تونس من خلال رئيسها ومع لها التحذير من ديكتاتورية جديدة، ثم صعقت هي بدورها بتعيين امرأة، وبالتالي هذا هو المعطى نحبه ولا نكره، هام وهام جدا. شوف نعطيك مثال معناها قريب جدا، بعد خروج الأمريكان من أفغانستان، اليوم العلاقة الغرب كبرى الديمقراطيات بحكومة طالبان، المطلب الوحيد مدى احترام طالبان لحقوق المرأة في أفغانستان، والمطلب الأول نتاع كبرى الديمقراطيات بما فيها أمريكا أن طالبان تعيد البنات إلى المدارس. دونك هذا معطى هام وهام جدا. المعطى الثاني، وإحنا الذاكرة نتاعنا قصيرة لأنه جرى ماء كثير تحت الجسر في البلاد هذية، في 2016 ملاك الاتحاد الأوروبي عمل معاهدة في شكل وثيقة متكونة من 70 نقطة، نحكيه على 14/9/2016، جاءت في شكل دعوات وتوصيات للدولة التونسية وتحدد علاقة الاتحاد الأوروبي بتونس. تدعو النقطة 14 من الوثيقة المذكورة، تدعو تونس إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، مراجعة الأحوال الشخصية، إلغاء القوانين التي تميز الرجل عن المرأة. ونجيو للنقطة الأخيرة، على شنو هو تنص الوثيقة هذه؟ إنشاء برامج لدعم النساء اللواتي يمكن أن يكن من قيادات الغد بهدف تعزيز وصولهن إلى مواقع المسؤولية. لأنه ملاحظوا اللي المرأة التونسية بقدر ما هي مسيطرة في الدراسة وتحتل المراتب الأولى في التخرج من الجامعات، نحكيه على زوزة معنا دوتير من خريجي الجامعة هما نساء، ومع ذلك في المشهد السياسي في المجتمع السياسي لا تزال العقلية الذكورية مهيمنة إلى أبعد حدود. يعني ما كان يحصل مثلا في عهد بن علي اللي وصفوا فيه بالديكتاتورية أنه كانت المرأة وزيرة للمرأة ولا وزيرة للثقافة، بعد في الديمقراطية 10 سنوات ما الذي تغير؟ لا شيء، بقيت المرأة وزيرة المرأة وزدناها شوية وزيرة الشباب والرياضة، أما المواقع السيادية تقريبا ما شفناش. هنا نذكروا حاجة مهمة تحصل لقيس سعيد، أنه مش هذا أول تعيين قيس سعيد، أول وزيرة سيادة هي وزيرة العدل وكانت محسوبة على قيس سعيد السيدة الجريبي. دونك هذا
مواصلة وربما طمأن لينا في تونس لأن الأسئلة تصاعدت في المدة الأخيرة خاصة في نقطة الأحوال الشخصية العدد الأمر عدد 117. رياض علاش أنا نرجع ديما للمواقف الدولية خاطر مثلا البارحة تحكي برشا في اللي المحادثات اللي صارت ما بين مستشار البيت الأبيض ورئيس المصري عبد الفتاح السيسي وما بلغنا من الإعلام الأجنبي أنه مستشار البيت الأبيض في المحادثات هذه يحث على عودة النظام الدستوري في تونس وكذلك الرئيس المصري. أيضا ما قالته المتحدثة باسم المستشارة الأمريكية الألمانية عفوا أنجيلا ميركل اللي تقول رأي في المحادثة مع قيس سعيد ميركل كانت أكدت أو كانت حياة المكتسبات الديمقراطية لتونس المتحققة إلى حد الآن، لكن شددت على ضرورة العودة إلى أو ضرورة ترسيخ ما سمته بالديمقراطية البرلمانية. شوفي علي قبل المواقف الدولية احنا شفنا انه منذ ليلة 25 من جويلية ومباشرة اثر اعلان رئيس الجمهورية عن القرارات امتاعه شفنا حركة النهضة وعدد من المخبرين والوشاة للأسف وأقولها بكل حرقة وألم يدفعوا الفلوس بالعملة الصعبة ويعملوا في اللوبيينج باش يحرضوا على تونس ويحرضوا على الدولة التونسية ويحضروا على رئيس الدولة التونسية قيس سعيد وحتى التحريض على إرادة الشعب التونسي ومحاولة مصادرة الإرادة امتاعه. نحكيه على مواقف الدولية الناس ذوما معناها وصل بهم للهبال معناها بين ذفرين سامحني إلى حد ترويج الإشاعات وترويج الأكاذيب من أجل خنق تونس والتحريض عليها. اليوم يخرجوا في إشاعة على أنه تم إلغاء مؤتمر الفرنكوفونية في تونس وهذا غير صحيح. البارح يروجوا يعني في قصة في التصريح أو تطابق المواقف في بين المستشار الأمريكي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بضرورة العودة إلى الشرعية الدستورية في تونس، والحال أننا نحن في قلب الشرعية الدستورية في تونس والرئيس لم يخرج لا عن القانون ولا عن الدستور، لكن الرد يأتي اليوم سريعا من الخارجية المصرية منذ قليل يعني بيان صحفي ماهوش طويل تقريبا اختاروا الرد بهذا الشكل. يقول البيان أعرب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن ترحيب جمهورية مصر العربية بتكليف السيدة نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية، وقدم المتحدث الرسمي التهنئة للجانب التونسي بهذه المناسبة مثمنا هذه الخطوة على صعيد انطلاق تونس نحو المستقبل تحت القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس التونسي قيس سعيد، وجدد في هذا السياق دعم مصر لرؤية الرئيس التونسي والتي تستهدف تحقيق الاستقرار والأمن وتلبية إرادة الشعب التونسي الشقيق وصوني مقدراتي. بطبيعة الحال نحن في تونس يعني كما اتفقنا جميعا سيادة الدولة التونسية خط أحمر وسيادة الدولة في تونس هي أيضا خط أحمر وهي سيادة الشعب التونسي. لا نتأثر بالمواقف المساندة أو الغير مساندة لتونس، ولكن هذا الموقف ينفي حجم الأكاذيب والإشاعات التي تردد اليوم في تونس. الموقف هذا والبيان هذا لا ينفي أن المحادثة ربما صارت بين رجلين، وهذا الكلام جاء ورد حتى على المتحدث سامي باسم البيت الأبيض. شوف أنا المعلومة اللي عندي بطبيعة الحال نحن نعلم يعني موقف المستشار الأمريكي وقد عبر عنه في أكثر من مناسبة، ولكن فيما يتعلق بالموقف الرسمي المعلومة اللي عندي أنا أنه ربما تم انه فيها مغالطه او ربما نقل يعني غير دقيق لما تم الاتفاق عليه في تلك الجلسه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الامريكي، وقد جاء الرد في البيان الصحفي من الخارجية المصري. نمشيوا لبيان حركة النهضة، وإحنا البارحة سألنا وين هم البيانات الرسمية للأحزاب، نبدأوا بهذا البيان اليوم اللي يحذر فيه الحركة من أنه التكليف رئيسة حكومة دون التقيد بالإجراءات الدستورية يعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ولا يساعد على حلها،
واستنكرت الحركة مواصلة رئيس الجمهورية الانفراد بالسلطة والإمعان في العمل خارج الدستور وتكريس الحكم الفردي المطلق وصم الأذان عن أصوات التعقل الداعية إلى احترام واستئناف المسار الديمقراطي المعطل منذ 25 جويلية الماضي، وطالبت باستئناف هذا المسار الديمقراطي وفق نص البيان من خلال التراجع عن الأمر عدد 117 وعبر إكساء الحكومة المقبلة الشرعية الدستورية بعرضها على البرلمان لنيل الثقة كما ينص عليه الدستور. حركة النهضة أيضا جدد دعوتها لكافة الأطراف الرافضة لما وصفته تمشي الانفراد بالحكم والانقلاب على الدستور والاستحواذ على السلطة والتعسف في استعمالها إلى تنسيق الجهود في التصدي السلمي والمدني لهذا التمشي المنظر بإنهاء المسار الديمقراطي. عدنان، سألنا برشا البارح على بيانات الأحزاب نتمنى حركة النهضة. ساعة من الأول حب أقول كان مطرش مانع أن ما يلزمش نستنفر وراء من الناس تتكلم، خليه الناس تتكلم وناخذ الأمور بأريحية وما نتقلقوش من المواقف اللي برا ولا الداخل، ويزمنا نتعلموا شيء هذا. احنا فواتر دي جان سيفيليزي، فهمتني، نرتقي بعض الشيء ونقبل الرأي والرأي المخالف. هذا ما معناها الرأي المخالف لا يفسد للودي قضية، خلينا نفهموا فيها اون فوا بور توت في تونس، معناها يلزمنا نقبله. هذا هو خيار خذيناه ولا رجعة فيه ان شاء الله على الاقل، معناها ان نحميه الا العماله سي عدنان، الا العماله والقواده بالدوله التونسيه في الخارج. يعني ديمقراطيه برلمانيه كيف وقع الحديث عليها، الديمقراطيه البرلمانيه ننشدها. ايش معناها ديمقراطيه برلمانيه؟ انت تفهم ديمقراطيه في البرلمان؟ العوده الى الديمقراطيه البرلمانيه ذا في عوده، نحبوا نفهموا اسكو العوده للبرلمان القديم، العوده لبرلمان جديد الى لا لا مش برلمان، لا لا نحبوا ديفينيسيون، نحكيو لا ديفينيسيون. ما هو خاطر الناس مشات لعده تاويلات، هوني غامض معناها المفهوم اللي معناها الى حد الان في العالم، معناها احسن بين ظفرين، هي دائما الامور نسبيه، احسن معناها نموذج معناها نتاع تسيير الدول هو نموذج الديمقراطيه البرلمانيه. يلزم فما برلمان، يلزم فما تمثيليه، وتمثيليه معناها اعتدنا ان نسميوها برلمان. هكا قلنا كيفاش التوانسه بيحبوا معناها يراوا حاجه اخرى، هذا كله ينجم يتخدم ونعيد الرؤيه فيه ولي بلاه. حاجه واحده بين حركه النهضه، شنو موقفك منه؟ قراءتك الاولى ليه؟ بين حركه النهضه معناها هي حركه النهضه خذات ثنيه باش تشد في الثنيه هذيك، ثنيه التعنت باش يتعنتوا حركه النهضه، وباش تقعد تتعنت وباش تقعد تحاول معناها ولاو يحكيوا معناها باش يعملوا اجتماع في الجلسه الاولى للبرلمان وهذا. معناها يعني حركه النهضه كذلك لابد ان ما ناخذوش الامر زاد ببرشا حساسيه معاها. المفيد ان المواقف تكون واضحه وما نتقلقوش ونقولوا لها انك انت خذيت طريق التعنت، هي توا باش تبدا تتطرف في مواقفها وهذا معناها مفهوم. لطفي، ايش معناها التنسيق او تنسيق الجهود في التصدي السلمي والمدني لهذا التمشي اللي تعتبره غاشم وتعتبره منفرد بالسلطه رئيس الجمهوريه ومتعسف وتدعو الى الغاء الامر عدد 117؟ ولو اني تمنيت نعلق شويه على عليه ما تردد حول لقاء وفد امريكي بالسلطات المصريه. اي تفضل تفضل تفضل، لانها نقطه هامه وهامه جدا. سي عدنان، فما مسائل طبيعي يلزمنا نتحدثوا ونتناقشوا فيها، فوجهات نظر مختلفة، لكن عندما تكون بمثل هذه الخطورة فليست هناك وجهة نظر. احنا نشكر المصريين على تعاطفهم مع تونس ونثمن العلاقات الممتازة بيننا كدولة وشعب وبين مصر كدولة وشعب، لكن هذا ما يسمحش لحتى دولة باش تتكلم وتتبنى مواقف دولة أخرى من غير ما تتشاور معها في الأمر. ما نحبوش بلادنا تتحول إلى حالة تونسية تناقش مواقفها الكبرى ومصيرها في دول أخرى حتى وإن كانت دول صديقة وشقيقة. لكن هل هذا ثابت لطفي؟ هذا ثابت، هذاك علاش وهذا علاش نتكلم هنا، لأنه ثابت. وأنا كي قريت الموقف نتاع المتحدث المصري ما لقيتش فيه تعريج على اللقاء هذا، لا بنفي ولا بتأكيده، هو فقط يهنئ الشعب التونسي ودولة تونس بتعيين السيدة نجلة بودن، ونحن
نشكرهم على هذه التهنئة، ناهيك وأننا لم نتلقى تهاني من الخارج فيما يخص هذا التعيين. علاش نقول المسألة خطيرة وخطيرة جدا؟ فإن كانت قد حصلت وأقرب الظن أنها حصلت فهي تصبح بمنتهى الخطورة. نحكيه على شأن سيادي تونسي يناقش بين دولتين في النهاية أجنبيتين، لأن وقتاش دولة تتكلم باسم دولة يا ملاك؟ وقت تبدأ الدولة المتكلم باسمها غير قادرة باش تتكلم، لأنها تعيش مثلا حالة احتراب أهلي، حرب أهلية، مشكلة كبيرة. تولي دولة أخرى تحكي باسمها، كيما نقولوا مثلا توا اليمن ربي فرج عليها، تحكي عليها مصر ولا تحكي عليها السعودية ولا تحكي عليها دولة أخرى. احنا اليوم ماناش في الوارد هذا، والمنطق يقتضي أن رئاسة الجمهورية إما تدعو السفير الأمريكي في تونس وتستوضح منه حقيقة هذا اللقاء، تماما كما تستوضح من السفير المصري بالحفاظ ديما على آيات الود والاحترام اللي تجمعنا بالأشقاء المصريين ونعرفوهم قلوبهم على تونس. واضح، يلا نقدم شوية لطف. لا يقل أن الشأن السيادي التونسي يكون محل نقاش في عاصمة غير العاصمة التونسية ونحن نتفرج ثم نمر على المسألة وكأنها لا تقع. راهو ما يكفيش باش أنا نغمض عيني باش أنت ما عادش موجودة وعدنان ما عادش موجود ورياض ما عادش موجود. احنا موجودين في قلب الاهتمام العالمي، وبالتالي مفروض في الأدنى في الأدنى في الأدنى أن المسائل التونسية تناقش مع التوانسة قبل ما تناقش مع الأصدقاء. وهذه الخطة الاتصالية أغفوخ، وإن شاء الله نتمناو أنه الحكومة جديدة ورئيسة الحكومة جديدة تعطي أولوية للمهمة هذه. ناطق رسمي باسم الحكومة باش ما نقعدوش نلقاو رواحنا في نفس اللي كنا نعانيو فيه فيما قبل، ما عندناش في زافي اليوم. إن شاء الله نأملوا أنه يكون عندنا شكون نحكيه معاه ويحكي معانا ويجاوب ونستضيفوه ونستفسروا منه توجهات الحكومة وسياساتها أول بأول. بعد شوية مازلنا مواصلين النقاش ومازلنا باش نحكيه على أخبار جديدة قبل ذلك. فاصل ثم نعود.